وياه صار سريع عن تضايق الحصان من الحناكة والقطع اللي تحت حقت الفلهم أو حتى الحلاقة حقت الرقبة نفسها حقت الروسية حقت العنان أو قطع ذاك برضه الروسية نفسها أو حتى الرشمة. تضايق نوعين، النوع الأول من الضيق، يعني ضيق المقاس اللي أنت حاطه خطأ ضيق فطبيعي يتضايق لأنه ضيق، يعني أنت ضايق من لبس الضيق، ضايق من الجزمة إذا كان مربوطة زيادة، العصبة أو العمامة أو الشماغ أو العقال إذا كان ضيق إلى آخره، فتوسعها وتحط المقاس الصحيح عشان يزيد راحته وتقل تضايقه ويقل تضايقه. النوع الثاني من تضايق المادة نفسها المصنوعة منها القطعة، يعني الشيء اللي أنت مستعمله حار عليه، مستعمل ربل، مستعمل بلاستيك، مستعمل قماش، ممكن يضر الحصان، فاستعمل نوعية جيدة بحيث أنها ما تضايق الحصان. أما إذا كان التضايق ما له علاقة بالشيئين هذه، معناتها له علاقة في ركوبك الخاطئ نفسه، مثلا لو قيل أن الحصان متضايق من الفلهم نفسه أو متضايق من السنافل نفسه، حتى لو افترضنا أنه مو بحصان سنافل أو مو بحصان فلهم، لو ركوبك صح ترجع تضايقه، حتى لو حصان فلهم واستمرت بالسنافل فيه بيكون مرتاح، وحتى لو كان حصان فلهم سنافل ركبته بفلهم برضه بيكون مرتاح، لكن إلى حد ما بسوي توازن، يعني أدور الأفضل، فإذا كان سنافل أفضل لا بستمر فيها، وإذا كان الفلم أفضل لا بستمر فيها، لكن كوني يستمر متضايق تضايق واضح لا يمكن يكون من القطعة نفسها أو السكيمة نفسها أو الأدف نفسها، المشكلة فيك أو البلاء فيك، فإما ضيق أو السع أو اختار مقاس جيد، وإما أن المادة اللي أنت قاعد تستعملها سيئة، استعمل مادة أو شيء جيد، وإما أن الخطأ أو البلاء منك وليس من الأداة، في الحالة ذي إما أنك ركوبك يزيد مع الوقت فالحصان يبدأ يرتاح، أو أنك لا تركب شيء دقتك ميب كافية أن تخلي الحصان يرتاح فيه. هذا ينطبق على الحناكة تحت الفك في البلهم، أو الحناكة تحت الرقبة في الروسية عقد العنان سواء سنافل أو بلهم، أو حتى الروسية نفسها أو الرشمة نفسها تحطها على ظهر الحصان، هذا كلام السرج وغيره.